ثلاثة أمور قس بها مركزية الآخرة ومركزية المدرسة في حياة أبنائك. هل تغرس فيه مركزية الآخرة وأنها الأصل، أم مركزية المدرسة والتعلم وأنها الأصل؟ باختصار شديد، ثلاثة أسئلة أطرحها على نفسي وعليكم. رقم واحد، قارن بين نوم الأبناء في الدراسة وفي الإجازة. في الدراسة لابد النوم الساعة 9، لماذا؟ أن عندك مدرسة صباحا الساعة 7. أما في الإجازة نم حتى الساعة 2 أو 3، لا مشكلة، لأنك ستستيقظ إلى الظهر، رغم أن ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها، ركعة الفجر وليس صلاة الفجر الفريضة. فهل أجعله ينام مبكرا في الدراسة والإجازة أن عنده صلاة فجر قبل أن يكون عنده مدرسة؟ هذا هو السؤال الأول. السؤال الثاني، هل أعاقبه إن ترك صلاة بنفس الطريقة التي أعاقبه بها إن تأخر في أداء واجب أو قلت درجاته في أحد الاختبارات؟ هذا سؤال مهم نسأله لأنفسنا. السؤال الثالث، كيف حال القرآن أثناء الدراسة؟ إذا جاءت الدراسة أمنع الإبن من التعامل مع القرآن، من الذهاب إلى الكتاب أو إلى مكتب التحفيظ أو إلى الجمعية القرآنية، لماذا؟ حتى يهتم بدراسته. فإذا جاءت الإجازة أطلقه إلى مكاتب تحفيظ القرآن، فأغرس في قلب الإبن أن القرآن شيء هامشي يأتي وقت الفراغ وليس جزء أساسي في حياته التي يجب أن يتربى عليها. هذه الأسئلة الثلاثة تبين لنا بوضوح أي أنواع التربية نتبناها مع أبنائنا، مركزية الآخرة أم مركزية الدنيا متمثلة في المدرسة والتعليم. لا أنقص التعليم والمدارس قدرها، ولكن الأولويات في التربية هي الأساس.